ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس الأحد مجموعة من الصور التي تظهر قيام شابات باستخدام تقنية المباشر خلال أدائهم لصلاة التراويح داخل أحد المساجد. وتظهر الصور المتداولة قيام الشابات بالتهكم والسخرية خلال أداء الصلاة، وذلك حتى يتفاعل معهن النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ومن جهة ثانية، عبر العديد من النشطاء عن غضبهم الشديد، داعين إلى التوقف عن القيام بمثل هذه التصرفات البعيدة كل البعد عن الأجواء الروحانية التي تعرفها المساجد خلال صلاة التراويح. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.